دكتورة حنان. ويلكم مدام شيرين، ويتين فور يو. ايه؟ انا مش جاي عشان اشرب. It's okay Pauline. Thank you. انا كنت متأكدة ان انتي مش هتأخري عليا. مش عايزة اقعد اكتر من كده. في ايه؟ انتي تعرفي ضياء منين؟ من 4 سنين. من بعد اياد ابنك الله يرحمه متوفى بكام شهر. في الفترة دي انتي كنتي منهارة تماما وعايشة على المعدات، وضياء كمان كان تعبان قوي بس ما كانش عايز يبين عشان ما تكونوش انتوا الاتنين هناك، بالذات ان مشكلة الجامعة كانت حاصلة قبل الحادث بشهور. فراح لدكتور نفساني من غير ما انتوا تعرفوا، والدكتور ده كان بيعمل حاجة اسمها جروب ثيرابي، ان احنا كلنا نقعد مع بعض وكل واحد يحكي حكايته، يمكن تهون عليه بلوته لما يسمع حكاية التنين. أنا كنت في الجروب ده وشفت ضياء هناك وتعلقت بيه. تعلقتي بيه؟ بلاش مخك يروح لبعيد، احنا هناك بنبقى عاملين زي الأطفال، مفيش طفل بيفكر في أي اعتبارات لما يحب أو يكره، وانتي غصب عنك حبيتيه. لا لا، ما كانش حب. انا انجذبت له، يعني لما بتيجي بتحكي حكايتك وانتي قاعده في الجروب ده بتلاقي شخص عينك بتروح له، بترتاحي له، بتبقي عايزه تحكي له حاجات مش عارفه تحكيها في القعده دي، بالذات ان ضياء كانت مشكلته قريبه من مشكلتي. أنا كنت أم، ابني وبنتي. وجوزي مات في حادثة عربية، أنا الوحيدة اللي طلعت منها، ما عرفش اللي طلعت منها، ما كنتش عارفة ازاي اليوم هيعدي. الجروب يعرفها بس اللي ضياء يعرفه ان انا مدمنه، مش باين عليا مش كده؟ وضياء مشي معاكي في السكه دي؟ لو في ذنب ارتكبته وبندم عليه هو ان ضياء مشي معايا في السكه دي. أنا معرفش ده ازاي حصل، مش قادرة افتكر هو ابتدى ازاي ولا امتى. بتهيألي هو جه يوم تعبان قوي وقال لي ان هو نفسه يجرب. يعني
ضياء مدمن؟ مش في مرحلة متقدمة قوي، يعني دوز محسوب على فترات متباعدة. لما بيقولك انه راح السيدة نفيسة، هي دي بتقبل الدوز بتاعه. كنتش عايزة اقولك ده، بس انا متأكدة اني جاوبتك على اسئلة كتير كان نفسك تعرفيها في الفترة اللي فاتت. وضياء مرعوب من فكرة الخلفة، لانه شايف ان هو بقى حيوان وما يستاهلش يكون اب. انا اسفة، انا عارفة، بس ما لقيتش حل تاني غير اني اقولك اسفة. قعد يشتغل شوية وبعدين قال لي مش عارف أركز ونزل تحت. أوه، أنا أصلي شفته وأنا طالع. ما تيجي نقول له إن أنت حامل، يمكن ده يفرحه ويلحلحه شوية. فعلا يمكن يلحلحوا شوي. مالك يا حنون؟ صوتك مش عاجبني. تعبانة يا عمي قوي. عشان ما بتاكليش، ما ينفعش، انت حامل لازم تاكل. أنا لازم أقول له إنك حامل وما بتاكلش ولازم تاكل. أنا خلاص مش هقدر أكتم الفرحة في قلبي أكتر من كده يا ناس.